دعا الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان في قطر إلى التفاعل مع دعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني ليكون الجميع يدا واحدة وعينا يقظة ترعي قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين. تأتي هذه التطورات في أزمة قطر وسط تكثيف المعارضة القطرية من حضورها على الساحة لتصحيح الأوضاع في البلاد وفضح ممارسات النظام القطري.